بسم الله الرحمن الرحيم. عمل يسير جدا تحصل به منزلة عظيمة جدا في الجنة فضلا عن منزلة شهيد. سيد الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا بلال: يا بلال، إني لأسمع خشخشة عليك في الجنة، فبما سبقتني إليها. شوف الرسول بيقول إيه: سبقتني إليها. تواضع الرسول يقول هذا تواضعا. فقال: فما هو أرجى عمل عملته في الإسلام يا بلال؟ إني أسمع خشخشة عليك في الجنة. قال له رسول الله: ما من شيء، يعني إلا أني كلما أحدثت توضأت، كلما توضأت صليت ركعتين. يبقى أنت لو بقيت على وضوء 24 ساعة وكل ما تتوضأ تصلي ركعتين، يعني كل ما تخش يعني الكنيف أو الحمام تقضي حاجتك تتوضأ في ساعتها على طول وتصلي ركعتين، لك منزلة عظيمة جدا في الجنة وليك منزل الشهيد. والحديث اللي بقوله ده قوي المنزل، حديث سيدنا انس بن مالك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: يا بني، ان استطعت ان لا تبيت الا على طهاره او على وضوء فافعل، فان جاءك الموت او جاءك ملك الموت على هذا فلك منزله الشهيد، او فانت شهيد. ده اللي بيبقى على طهاره طول اليوم. طب ما بالكم بقى باللي كل ما يتوضى يصلي. هو ايه اللي يورينا المنزله العظيمه دي؟ ان سيدنا بلال، يعني سيدنا عمر الخطاب بيقول: ما لا اعرف احدا اوذي في دين الله او اوذي في الاسلام كبلال. كان بيجروه بالحصنه في درجه حراره اكتر من 50 درجه مئويه على الارض، يحطوا الصخره العظيمه، هو كان ضعيف الجسم نحيل، يحطوها على جسمه. لما قال له ايه الرسول صلى الله عليه وسلم: ايه ارجى عمل عملته في الاسلام؟ ايه احسن عمل ترجو بيه المنزله العاليه في الجنه؟ قال له الكلام ده. ما قالوش ان انا اتعذبت في الاسلام وعني. كان ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: يا بلال، انت بتقول ايه؟ ده انت اتعذبت بقى ده برضه ارجى عمل؟ لعذابك الشديد اللي انت اتعذبته هو ده اللي يصل بيك الى المنزله دي. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اقره وسكت لما قال له الكلام ده. قال له: ان انا كل ما بحدث بتوضا وربنا يصلي ركعتين. يبقى معنى كده ان الرسول اقر هذا الكلام. ده يوريك منزله عظمه ان الانسان يفضل على طهاره طول اليوم، وكل ما تتطهر تصلي ركعتين وتنام على كده. ولو انت نمت على كده روحك بتخرج بتصل الى السدره المنتهى وتصل الى العرش وبتسجد عند العرش. لكن لو نمت على غير طهاره بتحرم من السجود كما جاء في الاصل. اذا كل ده ورينا منزله. يبقى اذا ده عمل يسير وتحصل بيه منزله عظيمه جدا في الجنه. اقول قولي هذا، استغفر الله.